السلام عليكم. بالنسبة للكابلات اللي احنا هنستخدمها بقى في المعمل، عندنا 3 أنواع من أنواع الكيبلز. أول كابل أو أول كونكتور، تمام، بالشكل ده كده، هو جزء بلاستيك، تمام، بندخله. الجزء ده ككونكتور بسميه اس سي. انا قلت التجربة بتاعتي بوصل لها كابل اس سي، هو ده الكابل اللي احنا بنوصله. في كابل تاني اسمه، هو ده اسمه الاف سي. الاف سي ده لو انا بصيته كده عشان اميزه، هو عبارة عن كيبل، الجزء ده جزء معدن، تمام، وما فيهوش اي فتحات، هو كده بالشكل ده كده، ماشي. ده بسميه اف سي كيبل او اف سي كونكتور، ماشي. طيب في نوع تالت اهوت اسمه الاس سي تي. الاس سي تي ده بقى شكله عامل ازاي؟ بميزه ان في مجرى هنا كده، او في جزء كده مقطوع عشان ايه، بيدخل في حاجة معينة، فهو عبارة عن جزء معدن من هنا كده وفيه مجرى، تمام. ده بسميه او الكابل ده بسميه او الكونكتور ده بسميه اس تي، خلاص. ممكن الكابل الواحد يكون الطرفين بتوعه مش متشابهين، بمعنى يعني زي الكابل ده كده اهوت، ده طرف ليه وده طرف ليه. ثواني، الجزء ده اسمه الاس سي، والجزء ده اسمه اس تي اللي هو فيه مجرى، خلاص. مثلا كابل زي ده، ده اس تي اللي هو فيه مجرى اهو، وضحه بس في الفيديو، او في مجرى، ده بسميه اس تي، والتاني ده اف سي ما فيهوش اي مجرى، خلاص. الكابل ده برضو بسميه ايه، بسميه اس سي، طرف من الكونكتور بتوعه اس سي، والطرف الثاني ده اسمه ايه، اف سي، خلاص. يبقى انا الكونكتور بتاعتي ديت اللي احنا ايه بنحتاجها في التجارب اللي بعد كده، عشان هنبدأ نعمل تجارب كما لو ان الكابل اتقطع وبدأنا نعمل له كونكتورز في التجارب، عشان نشوف اللصوص اللي بتحصل نتيجة للكونكتورز دي. دي الاماكن على الكتة، ثواني بس، الجزء ده ديت، ده مدخل وده مدخل، ده مدخل وده مدخل وده مدخل وده مدخل، كل دول ممكن احط الكونكتورز بتاعتي، يعني المكان ده والمكان ده، الاثنين دول ممكن ادخل فيهم كونكتورز من نوع الاس سي، تمام، اللي هو الجزء اللي كان لونه ازرق ده، وفي كابل تاني لونه برتقالي تقريبا زي ده كده، ماشي. فالجزء ده في الكتة، الجزء ده في الكتة هقدر ادخله اس سي كونكتور كابل. الجزء ده برضو في مجرى اهو، شايفين المجرى دي، وهنا برضو في مجرى، هالجزئين ده هما ممكن ادخل عليهم كابل اس تي. الجزء اللي فاضل ده، ده جزء لما بدخل الكابل بقعد الفه، وهنا برضو الجزء هنا لو بدخل عليه كابل بقعد الفه، فهو بيحتاج كونكتورز من النوع الاف سي، خلاص. يبقى دول الكونكتورز اللي احنا ايه ممكن نستعملهم. اقول لكم وصلوا كونكتورز بطريقه نوعه كذا، فتبقوا عارفين الاماكن اللي انتوا هتوصلوا عليها، خلاص. الجزء ده برضو عباره عن جزء كده اكستنشن عادي كده، بنستخدمه عشان نعمل تجربه اللوسز اللي عن طريق الكيرفتشر كيرف. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اجيب الكابل بتاعي الاوبتيكال واعمل له ان هو اكنه انتنى في الجزء ده، تمام، واشوف الباور اللي هيطلعها في حاله ان هو مش معمول له كيرفتشر كام، وفي حاله كيرفتشر كام. ده برضو تاسك كمان هنبقى نستخدمه فيه واحنا بنقيس اللصص، تمام، بس كده، شكرا.